الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه. سائل كريم يسأل عن تسوية الصفوف بحيث يكون القدم مع القدم والمنكب مع المنكب والتراس في الصف. نقول الإمام البخاري رحمه الله رحمة واسعة من فقه، ويقول إن فقه البخاري في تراجمه بوب في صحيحه، قال: باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف. ثم ساق حديث النعمان بن بشير معلق لكن وصله غيره كابن خزيمة، قال: رأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه، كعبه بكعب صاحبه. ليش قال هذا الكلام؟ لأنه الحديث يقول: لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. قال: فكان أحدنا يلزق كعبه بكعب أخيه ومنكبه بمنكب أخيه. فهذا كله يدل على ذلك. أيضا حديث الإمام البخاري من رواية أنس رضي الله عنه وأرضاه، ويقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري. فزاد أنس: وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. والحديث لما نقول وكان أحدنا يدل على الديمومة، ويدل أن النبي عليه الصلاة والسلام أقرهم بذلك، لأنه عليه الصلاة والسلام يقول: إني أراكم من وراء ظهري، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقد ورد النهي عن ترك الفرجة في الصلاة، وهذا تسمى فرجة الشيطان، كما صح عند أبي داود والنسائي. قال عليه الصلاة والسلام: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحازوا بالأعناق، والذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وسلم: إني لأرى الشياطين تدخل من خلل الصف كأنها ثم قال عليه الصلاة والسلام: الحجف بالحاء المهملة، الحجف اللي هي غنم صغار سود طويلة الأذن منتشرة في بلاد اليمن وفي الأحساء إلى غير ذلك، كأنها الحجف. يعني من هنا يتبين لنا إخواني سنية شد الخلل. هناك حديث عند ابن ماجه عن ابن عمر عن نافع عن ابن عمر قال عليه الصلاة والسلام: من شد فرجة في الصلاة بنى الله له بيتا في الجنة، بنى الله له بيتا في الجنة. فعلى المسلم أن يحافظ على ذلك. وقالوا: تستوي الصفوف من أعلى بالمناكب ومن أسفل بالأقدام، ومن أسفل بالأقدام. الشيخ بن عثيمين له فائدة جميلة، يقول: ويتكون التساوي في الصفوف بالكعبين، يعني يضع أحدهم كعبه في كعب أخيه عملا بهذا الحديث، يلزق كعبه بكعبه. قال: إن الأرجل تطول وتقصر فلا يساوى برؤوس الأصابع، إنما يصاوى به الأكعب. وهذا من فقه رحمه الله رحمة واسعة. الحاصل أن علينا أيها الفضلاء المباركون أن نساوي صفوفنا وأن نسد الخلل، وهذا يكون من أسباب المحبة في الصلاة والإلفة بين المسلمين، وهي سنة من سنة الصلاة فرط فيها كثير من الناس. إن شاء الله عز وجل نجعلنا من الذين يسمعون القول ويتبعون أحسنه ويقيمون سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.